مرحبا، بدي أحكي لكم حكاية كتير كتير رائعة أثرت فيي. من حوالي سنتين كنت طالعة من مطار إسبانيا أنا وطارق، وشفنا بنت أو شفت أنا بنت مثل القمر، حلوة كتير كتير، مرتبة، شعرها مرتب، مسشور ونظيفة، ولبسها كتير حلو أو منطقي كتير يعني، وعم تكنس الأرض، وبتكنس الأرض بضمير عجيب مثل ما منكنس نحن مننظف بيوتنا. كتير اهتميت لأمره، وقفت قلت له طارق ممكن بدنا نعطيها مصاري؟ قال لي ممكن تحرجنا. قلت له الله يخليك، ممكن تروح تعطيها مصاري، يمكن بتاخد هي هالقد. فأنا قلت له لا، بدنا نعطيها هالقد لأنه أعجبت فيها، مع أني بغار على طارق يعني، غالباً إذا شفت بنت حلوة ما بقول له يشوفها، بس احترمتها كتير لدرجة بطلت حتى أفكر بهي الأشياء اللي هي ممكن تكون مشاعر سخيفة. فراح يعطيها فلوس، عم يحكيها بالإنجليزي، ما فهمت عليه ولا كلمة، في شوية ناس بإسبانيا ما بيفهموا إنجليزي. فرفضت وخافت وقالت له لا، ما قبلت ولا بأي طريقة، وأحرج طبعا هو. فلما أحرج صار يصمم، صممت هي أكثر منه. قال لي أصالة خلص خلينا نمشي، ما قبلت. قلت له أنا بدي أرجع أجرب مرة تانية، مع أنه كان نفسنا أن نروح بسرعة نوصل للأوتيل. أخذت الفلوس رحت لعندها، قلت لها أنتي بما أنها بتحكي إنجليزي، قلت لها أنتي حلوة كتير بالإشارة بالعربي، أنتي حلوة كتير وبتكنسي الأرض، وأنا كتير فخورة فيكي. على طول فهمت كل الجملة وحضنتني حضن في ثقة عجيبة، ثقة منها يعني، وكأنه صديقة قديمة. أنا هذا كان شعوري بالحقيقة، لأنه كنت كتير فخورة فيها وصممت أني أوقف، ويمكن هذا يعني الوقت أخذ أكثر من 10 دقائق. بالمقابل في فنانة كبيرة كنت أعشقها، من أحلامي كان أني أشوفها. لما شفتها مع أنه عندها هاي الفنانة كل شيء تتخيله، عندها محبة الناس وهذا أهم شيء، عندها فلوس، عندها مكانة، عندها موهبة، إلا أنها لا تتخيلوا قديش تتمتع بسواد وبفوقية، وبتشوف الدنيا دائما غلط، وبتشوف الناس كلهم غلط. وخلتني لفترة من الزمن مو قصيرة اكره مهنتي، مع اني اعشق الموسيقى واعشق اني غني، بس تخيل انه خلتني اكره اكثر شيء بحبه بالحياه اللي هو صوتي. وفعلا فكرت بهداك الوقت يا الله لو في شيء تاني كنت اعمله غير اني غني. يعني بالاخر دائما بقول لطارق انه اي سياره بنركبها نحن بنعمل نقيمه، مو السياره لازم تكون فخمه لتعمل النقيمه. اي مشوار، اي شيء بسيط انت بتعمله بس بتكون سعيد فيه بتعمله حدث. أي عمل أنت بتعطي قيمة، مو العمل بيعطينا قيمة. هذا إذا قارنا القصتين الأولى والثانية حنكتشف أنه هذا حقيقة. ده مزيكاتي فعلا، فنان فنان بالحقيقة، جميل. فنان رائع. أنا كنت عامل لكم مفاجأة، بس يعني حد جامد جدا ومكسر الدنيا. هتشوفوا دلوقتي. أوكي، طب افتح طالما أنت اللي عامل مفاجأة. أهلا، مين اللي جاي؟ مين اللي جاي؟ أهلا. هنعرف عامل مفاجأة. قال لك حمود عامل لنا مفاجأة. أهلا وسهلا. الله، طبعا بموت في صوتي. اهلا وسهلا، ولابسه كعب عالي. بس اخبارك ايه؟ ما شاء الله. اهلا، انتبهي بس. اهلين، فظيعه يا الله، غنيتك رائعه. هي الصوت اللي انا اعشقه يعني، هي نوعيه الاصوات كثير كثير بحبها. رائعه. سمعت غنيتها؟ سمعت غنيتها يا دنيا؟ طبعا خياليه. لفي بينا يا دنيا. يا لطيف، شو حلوه. يلعن شيطانك. ماشي، الله يسامحك، او بالاحرى. رائعه بالاحرى. انا ايه؟ بتشربي ايه؟ ايه بتشربي شاي؟ شو اعمل لك؟ لا ليلي ليلي، لا تقولي من برا، ما انا بجيب. لا خليكي يا حبيبتي. شو تشربي؟ انا طالبه نعناع. نعناع؟ نعناع. ماشي، لو في. في طبعا، في نعناع. نعناع وشاي ونسكافيه. نعناع. الحمد لله. في عشق البنات. بص، لا اعملها بايديك بقى كده. في عشق البنات. لا، سمعت المنير انا من يومين كده. جميل، اغنيه قديمه قوي، شجر الليمون. بس بوسه قد ايه سكرك؟ اربعه. ماشي. يا اخي
وفي وفي طبعا سمعت احمد منير طبعا طبعا كنا عم نتعشى انا وحمود فسمعني صوتها انت سمعتني ولا حدا من اصحابنا انت سمعتني فقلت له اه سوري بدي اعطيها ارجع لاحمد لانه عم بحكي عنه فانا هيك عندي توحد بحكي عن الشخص هو بس اللي يعني فيعني الحقيقة طار عقلي بصوتها طار عقلي بس يا حبيبة قلبي لا حبيت طريقة رهيبة سلطان رهيبة بتمثلي اه مثلي مثلتي انا اصلا غاوية كل حاجة والله غاوية كل حاجة طب هاتي هالشنطة بس هيك شادة الفرفدي ماما وبعدين ما تخافي الشباب كتير اوادم مهذبين واثنين مجوزين ومحترمين ومعروفة يعني سمعت انا مراتي بتحبها كمان جدا يا رب يخليك ظهرك مش عن ظهرك يا عمري انا بحب هيك اتبنى يعني توفي الالماني الماني شو الماني بتحكي الماني في الفيلم لا الفيلم اسمه الالماني الفيلم الالماني اي انا للاسف ما شفته بس محمد رمضان جميل الممثل الشاطر ما شاء الله عليه هاوي هاوي محترم راجل محترم لا الاغنيه جميله الحاجه الحلوه بتنجح احمد مش شرط مين لا الناس عندها لا الناس عندها حدس بالاصوات يعني كل شيء ممكن يعني ممكن اوقات بيلخبطوا طبعا بيلخبطوا باصوات مو كويسه لفتره معينه بدهم يتلككوا لهم بيكونوا بدهم يتلككوا لهي بدهم يحبوها عندها شيء معين بدهم يحبوها بيقولوا لك صوتك كويس بس بالاخر بتروح يعني بتذهب مع الريح بس بالحقيقه الناس كثير عندها احساس للصوت الحلو هي بالفتره يعني حتى الاطفال الصغار بيعرفوا يعني بيعرفوا يحسوا الصوت طبعا هنن طبعا اسهل دلوقتي الجيل ده انا حتى هيك عنده مقدره ان هو يطلع بالحقيقة. يعني لا هو جيل رائع كويس في وسط الزحمه دي ومظلوم من كتر ما بينحكى عنه انه بيقولوا لا جيل انا بحس انه دائما الاولاد كل شوي ده اذكى جيل ذكايا ذكايا ما بعرف اذا مظبوطه غلط وحناين حناين كتير بحبوا البلد قوي وبحبوا اهاليهم جدا بتزرع فيهم غير مشاع عنهم يعني. لا غير تماما الصراحه انا كتير بزعل عن يعني على الاولاد اولادي واولاد اصحابي وكل الاولاد بحس انه كتير هي هذا الجيل عظيم يا رب يعني جيل رائع بتزرع فيه كتير يعني بتحصد حقيقي وتعليم تاني وفكر تاني ومقاول يمكن الظاهر انه حتى العلم فرق معاهم طبعاً. يعني انا بقول كل ما البني ادم كان اكثر يعني اكثر ثقافه مو بالعلم بس ثقافه بالدنيا يعني حتى عنده معلومات اكثر عنده يعني سعه صدر اكبر بيكون بني ادم الطف وافهم واذكى يعني حتى اولادنا اقول عندهم طريقه تعامل يعني فظيعه شو متجوزه عندك ولد ياسين بسم الله ما شاء الله ياسين الله اكبر تبارك الله والله كمان ولد واحد ما شاء الله الله يخلي لك يعني داخل في 5 سنين الله اكبر الله الحمد لله ربنا يحفظه لك يا رب شو البكر عندك عندي البكر ياسين الصغير حمزه والوسطانيه بقى الوسطانيه اللي ناديه دي دي شكلها طالعه من صوتها حلو احمد سمع والله ما شاء الله انا كل ولادي صوتهم مش حلو الا علي بالتوأم ما شاء الله انا صار عندي 4 عندي شام ولودي الله يحفظهم وعندي توأم ادم وعلي وما حدا صوته حلو الا علي شكله حيطلع صوته شكله حيطلع صوته بجنن بيطير العقل مثل امه دائما بحكي هيك حتى لاصحابي بيقولوا لي عيب والله حدا بيحكي هيك عن نفسه انه يا بمدح بحالي عن طريق ابني بس عادي يعني بالنسبه لي بحسها نوع من انواع المزح يعني ولا اللي تربى عند اصاله ويطلع صوته وحش ده يبقى فيه حاجه مش وحش لا الله يعني هي خلقت الله موهبه اولادي بيغنوا كويس بنتي بيانيست رائعه بتعزف بيانو فظيعه بس صوتها يعني عادي طبعا هي مقتنعه ان صوتها حلو بس هي صوتها مو حلو لا بقول لها عادي يعني مش عايزاها تكبر القصه بدماغها بخاف انا بدي اياها بس تغني لنا تغني لنا نحن يعني هي كفايه صوتها لنا للبيت رائع صوتها حلو لا قال يعني بتوقعني لا لا صوتها حلو اكيد اولادك حدا صوتها حلو عبد الرحمن اول ما يغني تضحكي على طول ليه هو بيغني بطريقه تضحك يعني عنده طريقه كده اللي هو استخبى واقعد اتفرج عليه وهو بيغني فاول ما اخش يروح مبطل ما لا ما بيهلكك هو كوره يعني عبد الرحمن وانا ابني يعشق الكوره حبيبي انا الجينات بتاعتي الحقيقيه كوره مستحيل اه والله يعني انا جيناتي مش مطرب خالص يعني ما يطلعليش مطرب انا جيناتي لعيب كوره انا يعني كل اولادي الا علي شكله شكله اه والله بجد عندك كده نفس الجينات بس نفس التقويسه اه والله اه والله بجد بس كل الاولاد بيحبوا الكره اكثر الاولاد يعني لا انا محمد لعب كوره وانا لعبت كوره انا لعبنا واحترفت
لا احترفت كنت فين؟ كنت احترفت قصدي يعني وزمان مش احتراف خارجي لو كان لعبنا في انديه. انا لعبت في انديه ومحمد لعب في انديه. لا انت لعبت انا ما لعب انا ما انت... وصلتش انا اتضربت في انديه. رحت الاهلي اتطردت من هناك وضربوني ومشيت. فغضبت فرحت الزمالك اللي هو يعني عندي بقى في الاهلي خلاص ومش هبقى اهلاوي يعني خلاص كرهت الاهلي. فرحت الزمالك اتضربت فكرهت الاثنين فكان لازم ارجع احب حد فيهم تاني فرجعت احب الاهلي. وهلا انت اهلاوي لان علقه الاهلي كانت احلى بصراحه. اوكي يمكن اخف ولا لا؟ لا 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 فضلنا نجري لغايه كوبري قصر النيل من النادي بيجري ورانا واحد لغايه هو قالوا له بص هو خدوا مثلا حوالي من 2000 طرح اختبارات من 2000 طفل خدوا بالظبط 4 انا لعبت من جابوني من النادي وانا متخيل ان ال2000 دول ما حدش فيهم هيقبل قبلي يعني انا مستحيل مش ممكن الناس دي مش شايفاني. محمد حريف محمد حدش شافني. محمد لعيب مش هزار انا لعبت معاه لا لعيب لعيب مش هزار عنده لمساته يعني. وعم تلعب هلا ولا بلعب لغايه دلوقتي؟ برافو عليك. بنروح نلعب هي رياضه كتير عندنا كتير مال بس احمد على طول بنلعب مع بعض يعني بنلعب في الاسبوع بنلعب مره في الاسبوع يا الله قديش فكره حلوه. ما تفكروا تعملوا نادي هيك فنانين ولا لا النادي ده احنا بيجي لنا كرامب واحنا بنلبس الشرابه صح. لا قصدي انه فنانين اللي بيحبوا يلعبوا كره فهم بيلعب فهم بيلعب والله انتوا جيتوا انتوا فكرتوا غير كمانجا ولا الصوت الجو لا بس هو شكله رياضه يعني شكله كمان انه مين اللي رحنا الاستاد مره وراح بقيت زحلق في الفرقه عندكم نادر تلاقيه شامي لا شامي 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 كل غشيمه في قال لك هو ده الجون اللي بالحضري للحضري بيترمي فيه يجري يجري ويروح متزحلق داخل مجنون دمه خفيف شربات راجل ابن حلال حلال عايزين نسمع صوت يا ريت بصراحه انت خجوله بشكل ما ببين عليك يعني انا مش يعني في طبيعتي يعني كسوفه شويه بس على المسرح بحاجه تانية خالص يعني عكس شخصيتي خالص انا فكرتك او هيك يعني خلاص على الستيج قام سكت المايك تلاقي واحده تانية اراجوز يعني ما شاء الله حاجه كده بطلع نار من بقي ما شاء الله والله يعني برافو عليكي يعني برافو عليكي انه يعني في البيت حد يقول لي غني ابدا ابدا كلمه دائت بتفتحي اكتر حتى انا غريبه قوي الموضوع كسف موت يعني حتى انا اغني في بيتي لغني في بيتي ولا عندي جهاز اسطوانات في بيتي نهائي والله لا انا بغني ليل نهار بالبيت والله انا ما بحبش امثل في بيتي انا تلاقي كور في البيت انت عشان تمثيل بس انا بالبيت يعني تلاقي كور في البيت كتير كتير جدا وعندي جوز اختي كان ماسك المنتخب الاولمبي فيجيب لعبد الرحمن بقى كور انت فاهم اللي هي تلعب فيها في لندن مش عارف فتلاقي البيت يعني اي بطوله ولا اي حاجه جايب له كور من البطوله فالبيت على طول تلاقي ده داخل بينطق كوره مش عارف مكسر لي حاجه والله يعني لا احنا بيت كوره ممكن قدام الاوض نلعب انا هو اف جون ونقعد نلعب يعني انا انما غني بقى اقعد مش عارف ايه احمد اكيد موسيقى ليل نهار لانه انت ما شاء الله انا بقى بسمع مزيكا جوجل يعني جوجل بسمع مزيكا كتير بسمع مزيكا كتير كل انواع حتى بسمع مزيكا بتاعت اوروبا الشرقيه الاسطوانات القديمه والحاجات دي كلها اول زنفير بقى والناس دي كلها بسمع انا اسمع في الاستوديو بره الاستوديو ماليش علاقه بالمزيكا ولا في عربيتي لا في العربية أعشق الموسيقى بالعربية أنا تعلمت سواقة لأسمع مزيكا ما كانش كده ما كنتش كده زمان على فكرة يعني الكلام ده بقاله 10 سنين ماسك في الموضوع ده أركب العربية سافر مثلا عندك محمد لطفي ونروح نصطاد نصطاد ماشيين طول الطريق راديو ومشغلين مثلا أخبار قرآن كده ما أحطش لأسطوانة ولا لي ولا لغيري وما فيش غريبة جدا موضوع تاني خالص بقى مع أنه الموسيقى بالسيارة متعة ممكن اجيب الاف ام بقى اللي هو التنويع ده اللي هو كله بقى يغني يعني. اسكندريه عشان اسمعك إيه؟ انا كده على فكره بروح اسكندريه عشان اخلص السن انا كده والله ما بحبش اسمع نفسي في العربيه ابدا الاف ام بقى انت عارف بتنوع لك احسن اغاني يعني موجوده انا بروح الجديده بحب طبعا غنينا هالغنية وسمعينا نفسك انت لو انت مش عايزه تسمعي احنا عايزين نسمع يلا دقيقه تنوع لشوف يا كان في بيب لا هذا مايك فؤاد هتاخدي له يا عيب من اول مره مين ده خدي مايكك هذا مايكك وين مايكك حلوه كل واحد بسم الله ما شاء الله لا الحمد لله الاوضاع الماديه عظيمه ومستحيل نجيب ان شاء الله مايكروفونين ثانيين على العيد يلا يلا ابتدي ابتدوا لنا يا دنيا يا اولاد نقولها مع بعض ولا تعرفوا
شايفهم دكاترة. يلا الناس برضه ميزيشن حافظها محمود. يلا يلا بيبيتو مع بعض. يلا قلبي سامع. يلا اه يا دنيا اه يا دنيا حبيبي. نزلة طحن يا دنيا فينا وليلنا غار بتلطشي. نزلة طحن يا دنيا فينا وليلنا غار بتلطشي. نفسي تدي بدل ما تاخدي ومن ايدينا تنتشي. مظلومي كده عين عينك وانت كشف علينا وشك. ده انت زودتيها خالص عيب عليك ما اختشي. كل يوم بتلعبي فينا وتجرحينا وبافتراء. ده انت حتى ممشيانا بالقناة والمسطرة. كل ما بتظبط معانا نمشي قدام خطوتين. تفلي وترجعينا ألف خطوة بقى الورا. آه يا دنيا آه يا دنيا آه يا دنيا آه يا دنيا. بتوغانا وغلبان ومريانا. أدينا عايشين يا دنيا يا دنيا آه يا دنيا. متوهانا ومغلبانا ومريانا. المر فيكي تعبنا يا دنيا لفي بينا يا دنيا. لو مخينا يا دنيا
دنيا يا دنيا نفسي تدي بدل ما تاخدي ومن ايدينا تنتش مظلوم كده عينك وانت كاشفه علينا وشك ده انت زودتيها خالص عيب عليك باختشي كل يوم بتنام يا دنيا قول ده محمد عبد المنعم ده بقى ده انت حتى ممشيانا بالألم والمسطرة كل ما بتظبط معانا ونمشي قدام خطوتين وتفلي وترجعينا ألف خطوة لورا تجرحينا وبفترة ده انت حتى ممشيانا بالألم والمسطرة تفري وترجعينا ألف خطوة بالورا بودعك آخر وداع آخر وداع بودعك يا عمري ضاع يا عمري ضاع مين السبب ما يهمنيش مين السبب حكم السنين علي وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب مش هسألك مين اشترى ومين اللي باع بودعك آخر وداع يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا ليل يلا مولي لنا شوي اسمعوا بتمول لا يلا مولي يا ليل يا سيدي يا سيدي يا ليل يا ليل يا الطبقة بتاعتكم فانتوا حبيبين يا ليل يلا بقى رد عليا اديني امان 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 يا بابا امان امان دنيا لفي بي
جسمًا شوية، خدينا يمين شوية، خدينا شمال شوية، أدينا عايشين يا دنيا يا دنيا. موال قلت لي اسكندراني حبيبي قلت لي موال كان يعني خيالي. اه انت بتقوله حلو قوي. لا مش حلو قوي ولا حاجه يعني. لا بتقوله كويس. حلو بس بتقوله حلو بس هو صعب عالي قوي. سجله. لا طب انت ما تعمل اختار طبق احمد. تعال اختار طبق. ايوه عاشي الفن ومصر معايا الليل قول يا ليل قول يا ليل واسمع منادي بصوت هادي قول يا ليل يا عيني وعدلك ماضي في الأحكام حكم الزمان مر وأنا راضي على الأحكام الشكوى لله والغلا لها أحكام الأم لو صالحة ابنك يفتخر بيه أما الخسيس ولادها يتعايروا بيها وبالك يروق بالك يروق لو تدوق طعم الهدوء بالليل يا ليل بالليل يا ليل 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 يا 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 لي
علينا ببعت سلام للمدينة. طب وانا جاي، طب وانا رايح. الله، بس شو حلوين هدول. لا لا سعد رسام ده فظيعين هدول. هي اللي قلتها كمان نفس الشيء. من ام لو صالحه دي عبد الاسكندراني ده كتير، حاجاته كتير قوي، مواويله كتير قوي واغاني كتير جدا. انت حاطه اللون؟ لا للاسف. انا بحب هذا اللون كتير كتير. سجان بقلبي خد من عمري ما اداني ورماني، لو زرني حد في السجن ولا عايزه طبعا نفس. طب احنا بنقفل. يلا تعرف ان هو كان بيرتجل في المواويل دي، يعني كلامه مش مكتوب، هو بيروح الفرقه بتلعب مقام، هو بيقول هو بيعيش بقى مع نفسه. والمقام بقى بيطلع وينزل بقى براحته. ده بيسموه عميد الاغنيه الشعبي، المواويل العربي. الله، انا اعشق هاي المواويل، اعشقها. يعني انا كمان عندي استعداد لو اطلع بحفله اقول هذا الموال طول فيه 6 ساعات. لا ده مش ممكن. بقول لك عندي حاجات ارتجاليه. لا لا، بيسلطن هيك يعني بيعمل شيء بالدماغ. وبالك يروح لو تدوق طعم الهدوء بالليل يا ليل. حلوه بلدي، صاحب ما لقيتش وصفه له. ايه حلوه يا حلوه بلدي بقى. عصفور ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه. ايوه ضعيف الجناح والدنيا غدرت. طب شربيه يلا حكم عليه. يلا طب طب يلا بس بوس غنينا اياها. الواد رامز جلال مش حافظه والله. عصفور حتى مش والله ما حافظه. طب شو حافظه قديم؟ في كتير كتير كتير. ام كلثوم، ورده، لا ورد القديم يعني اللي انت عاوزاه. قولي وانا قولي انت وانا بقول كل حاجه. في يوم وليله طبعا، احباب، لولا الملامه، عيون السود، كل حاجه، حنين، كل حاجه، كل حاجه. حنين الله. قول معنا يا حلو معنا. حنين ولا نقول زي ما انت لولا الملامه؟ قول يا لينا كل حاجه، كل حاجه. الورده يلا شو عاشت وردي. الله يرحمها يا رب. خليهم ينقوا الطبقه يا محمود الاول. لا لا شو ابكي يا قلبي على الحنيه
ابكي يا قلبي على الحنية الحنية طف النية ابكي يا قلبي على الحنية ابكي يا قلبي على الحنية هي الدنيا قرف فيها ايه دي قرف فيها ايه دي قرف فيها ايه حتى الناس صبحت مش هي حتى الناس صبحت مش هي راحت فين الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة راحت فين الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة ضيعتيهم وجرحتيهم وتوهتينا مشينا ودينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا ودينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاري الدنيا غطارة غطارة بتغدر كل يوم بينا غطارة وتاري الدنيا غطارة غطارة بتغدر كل يوم بينا غطارة والله وجيت علينا دنيا جيت علينا علينا دنيا وجيت كتير على نسب لينا الله يرحم وردة بجد ما شاء الله الله يرحمها ما شاء الله يعني فظيعة بس ما شاء الله بس في غنية كنت تغنيها لعبد الحليم يعني مو أحلى بس يعني أفظع أنا لك على طول خد بعين مني وطل علي هي مو غنية اللي هي فيها مقاطع هيك كل حدا يغني فيها مقطع كنا مرة بسهرة أنا لك على طول اللي هي بتاعت هو شدي لا بيب أنا لك مرة غنيناها بسهرة مرة غنيناها كل واحد فينا صار يقول مقطع أنا لك على طول مني وطل علي أنا لك على طول لا هي متأكدة هي أول يوم رأى مني لا وعد لي سلام ولا أي كلام هيبك أو من وراء قلبك ويا حرارة صار وتنام هي اللي لك على طول مش بحرارة صار وتنام هي هي دي هيك على طول لا ولا انا هي متاكد غنيناها مره بالسهره قلنا كل واحد في عبد الحليم كتير فممكن هي انا لك هي او توبه اللي قلنا كل واحد كان يغني يغني مقطع لحاله كل واحد بيقولها باداء كانت هي انا لك على طول انا لك على طول صح هي انا لك لا 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 طب تعال طيب بواطي علينا وزن خد عين مني وطل علي وخد الاتنين واسأل فيا من أول ابعت لي سلام ابعت لي سلام
خسيت والله انا سامع حد بيقول ايه النور ضلى يا ده كنت اتمنى يوم 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 نقفل بقى بلاش العتاب بلاش العتاب بلاش, بلاش, بلاش يا حبيبي يا نقعد فيها لغايه الصبح عادي جدا وما نزهقش غني لي انا حبك يلا انا حبك انت ده انا جاي اسمع منك انا حبك الله الله اه والله وجاهزه انا حبك يا شباب انا حبك من وين دخوله انا صاحبك الطبقه بتاعتك اللي انت بتغنيها من وين انا التحمل هنا انا حبك يا جماعه الورقه فيه انا هي رئيسه يلا حبيبي طب حافظتيها انا ليكي يلا اوكي فظيعه الاغنيه اعشقها انا سمعها في العربيه وانا جاي لا انت شو انت تسمعش الغني في العربيه وتوزيع والله لا انا من امبارح عمال اسمع في الاغنيه توزيع نادر من امبارح بس نادر نادر رائع نادر موهوب نادر رهيب يعني انا مبهوره نادر فظيع هاي أنا حبي أنا صاحبك
أنا عقلك وتفكيره منا منك وروح قلبك وأخوك لما تحكيله أنا فرح أنا فرحك ألم ألم جرح متعبك أنا في كل بتحسي حاسس بيكي الله أنا حبك أنا صاحبك أنا عقلك وتفكيره أنا منك أنا منك وروح قلبك واخوك لما تحكي له انا فرحك الم تعبك انا في كل بتحسي حاسس بيكي ما انا انتي انا انت منا ليكي بموت فيكي ومش هعيش غير ليكي يا دوب فرحي انا اني اشوف الضحك لازم تسمعها تغير بس خلاص الله ولا الثانيه الاخرانيه اسمها ايه شو بحب اغنيه في اغنيه سيدي سيدك كبرتك على سيدك من وين اولها بيب طبقتها طبقتها اللي يجيب لك سرت تقول له سرت تقوله بيدك واللي يقولك طيب عملت ايه بتطوح ايدك اللي يجيبلك سرت تقوله اسألني على جديدك واللي يقولك طيب عملت ايه بتطوح ايدك وكأنك معملتش حاجة من واحد كان يوم ولا حاجة وكأنك معملتش حاجة تاني يوم ولا حاجة من حقك ما كتير كبرتك كبرتك على سيدك وانا 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 مش عايزك زعلان وانا 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 بحكي ليالي زمان وانا 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 مش عايزك زعلان وانا 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 بحكي ليالي زمان مالك وشك ماله جايب تلات الوان عجبتني وانا 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 مش هحكي عليك ملاقيك وانا 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 يا صغير انا اكبر منك وانا 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 مش هحكي عليك ملاقيك
غلبانة غلبانة جميلة. وغنيتك انت كتير خايفة منها، فكرت انه عم بعملها لل حب انا رائعة. انت سايب المايك على طول. لا اصل رايح الدنيا في حاجات ما حرقتش نفسي. لا هي وانا 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 مش عايزك زعلان. وانا 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 الله حلوه الاغنيه دي قوي كتير حلوه بجد جديده عليك. اول مره تغني ستايل كده؟ اول مره بغني هاي الاغنيه. يعني انت غنيت جريئه. يعني جريئه علي. حلو عجبتك؟ جريئه علي لازم. مع انه انا بالنسبه لي بحب نوعيه الاغاني مثل غنيه يا دنيا، كثير جاي على بالي غني هذا اللون، ولا مره غنيته اللي هو يعني هيك في شجر. لا في شجر يعني قريب من الشارع قوي. الشارع شوي يعني بحسها انه هي هيك شجر، هي قريبه من الفنانين. بتعرف اكثر الفنانين بيحبوا هذا اللون، يعني اكثر اللي بيغنوا صح. ده الوطن العربي كله بيحب اللون ده. قريب جدا لي الشكل ده. مين بدلعك من الفنانين؟ مين ايه بدلعك؟ يعني مين هيك انبسط لك يعني مبسوط مع فيك؟ والله كثير وحيه ربنا كثير، يعني في ناس فرحوا لي قوي. عندك اصحاب بال يعني منك بالمجال؟ لا مش ما عندك ده والله. ما عندك رفقه من اللي بيغنوا اللي يعني طلعوا معاكي؟ لا لسه لسه الشغل والحياه والمشاغل بتاعت اليوم مش مخليني حتى يعني افضل مثلا او يبقى مثلا لي اصحاب او كده. بس اكيد طبعا هيبقى فيه وهيبقى اصحاب. انا بحب يا حمودي تقبلني ان شاء الله. هذا السوسه مع انه ما بيبين. والله ها انت السوسه. يا الله شو قوي قاعدين هلا عم نقول عنك قديشك حباب وطيب. خبريني انت مش عم تعمل اي بعيد الشر، بس انت شايفتك هيك بتعمل اشياء من تحت لتحت. هذا الزلمه طيب ما تقعد تلعب في حاجه مضايقه في البنطلون. هي في البنطلون، هي تفصيله في البنطلون، فعمال يعني بيتعامل معاها على انها حاجه زياده. قلت له دي في البنطلون يا محمد. بقى له ثلاث ساعات بيحاول يشيلها. هي في قصه انا عمال اشيلها. هي في قصة البنطلون القماش كده. هو عمال بيحاول يشيلها من ساعة ما قعد. في حتى كل يعني اكتر التيشيرتات لا هو اللي مش موثقة كمان. ايوه صح. حمود مين اكتر ناس رفقاتك؟ في نحن كان قال ابني بده المفروض يجي لودي، فقال لي مامي بس شوي لحتى ما بعرف وين لودي، دقيقه بس خليني اسال حدا برا عنه. والله شفته برا. سلم علي. شفتيه؟ عسل. عندك رفقه من الفنانين اصحاب يعني اصحاب اصدقاء ولا بس معارف؟ لا كثير اصحاب. ولا دكاتره اصدقاء. لا بس يعني اصحاب اصدقاء من نفس بيغنوا قصدي. لا بيمثل بيقدر يعني يعني أصدقاء. يعني مطرب بيقدر يكون صديق ممثل، بس مطرب بصديق مطرب مو كثيره صح؟ ممكن، بس انا ما في لا بالعكس. ولا هي بس اوقات بتكون مظبوطه اوقات يا دنيا معاكي بعيش. لا هو كل بصي اقول لك على حاجه، كل واحد بيبقى طبعا مشغول في حياته يعني. هي حقيقه. انما كلنا اصحاب يعني. ما اعتقدش ان في بس مش اصدقاء رفقاء فنان يعني. مش صاحبي يعني. لا اللي هو يعني مش عارف مش عارف اصحاب اصحاب مش اصدقاء. اصدقاء بنحب بعض جدا وبس يعني انا وانغام رفقه من زمان يعني كنا كتير رفقه بنجتمع كتير بنكون كويسين بس مؤخرا صرنا اصدقاء يعني اصدقاء بمعنى الكلمه. انا برتاح لما بكون عندها يعني بالبيت وهي يعني اكيد نفس الشيء بس يعني انا بحس معها هيك بحميميه ما بحسها تقريبا يعني مع كتير ناس بس انها صديقه مرفقه. خلي بالك في وجه تاني لاحمد مش عايز يفتح فيه وكله الهايبره اللي هو فيها دلوقتي اللي هو مش يعني هو عايز عايز يظبطها ان يعني نطلع
ظلمت الحب وقلت وعدت علي قلت علي مش عارف ايه اللي ظلمت الحب وقلت وعدت علي قلت علي مش عارف ايه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب يا روحي علي يا روحي علي في الدنيا ما فيش أبدا أحلى من الحب نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا مفيش أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب يا سلام على القلب وتنميده في خصام وفراق يا سلام وشموع شوق لما يجيده الليل المشتاق يا سلام عالدنيا وحلاوتها بعين العشاق كنت اعمل لكم مفاجاه والله تقول لنا مفاجاه انت مش هقول لكم انا عارفه المفاجاه دي انا عارفاها لا بجد حضرتك ما شاء الله باك ليفت ولا ايه باك ليفت ولا ايه لابس ثلاثه انا لا انا عارفه المفاجاه دي ايه المفاجاه لودي اكل تاني لودي الحياه بيعمل روح بالحياه كلها روح اكل تاني عشان خاطري لا مش اكل المفاجاه مش اكل اكل ولا ايه لا مش اكل بقى خلاص ما ماما عملت المفاجاه طيب تمام ايه طب ايه المفاجاه لودي هتعرفوا دلوقتي هتعرفوا يا عم بالراحه علينا احنا عشان في البيت عندك لف بينا يا دنيا بوخينا يا دنيا خش رجاله لف بينا يا دنيا طبعا انا كشف شعري جالك شقه هنشوف المفاجاه اللي عملها لودي بقى مفاجاه ايه لودي المفاجاه فين المفاجأة جايين ورايا المفاجئين متأخرين ليه؟ يلا رجال أهلا وسهلا وادوه
المفاجأة شو هالمفاجأة المفاجأة فعلا حبيبي حبيبي معجبين تعال الجمال ده حبيبي احسنتوا شباب في شغل جامد هاي يا شباب هاي كيفكم شو اخباركم انتوا يعني مستحيين صح بس ايه الراس الجامد ده طب ليه ما عملتوا لي اغنيه لالي كده ولا حاجه انت لسه ماسكين ده لسه اقعد كده يا اولاد لازم يا شباب عايزين شباب دي مزيكا بس يا شباب تروح شباب شو اخباركم الحمد لله تمام كويسين روعه انتم بتعرفوا اه يعني مبدعين وبعدين عندكم يعني عندكم حلاوه انكم كثير وانتم على الشاشه هيك واثقين من حالكم كثير باللي بتعملوه يا لسه بقى حاجات كثير لا بس يعني اه طبعا لسه بس رهيب اللي بتعملوه الحمد لله يعني عاملين قلبان ابني ده لا ما شاء الله اليوم عم يشغل جامد والله فظيع العالم كله يعني وليهم ستامب ليهم يعني ليهم سيستم شغل ليهم بصمه بس ليه ما عملتوا لي غنيه أنا واحدة. أي أغنية من أي يعني عملته لمحمد وقلي. إذا ما في في أنا. لا ده في. عمل آه عملته لي مفاجأة. في مفاجأة حلوة تشوفيها دلوقتي. تابع أنا سمعتها. تابع. سمعتها. فظيع الراجل ده. هتعجبيها؟ هتحبيها. ده موضب لنا كل حاجة. موضب لنا هذا حبيبي هذا الروح. مش هيمشي خالد مش هيمشي حد زعلان النهاردة. لا هذا الروح تبع الحياة. ما ينفعش. ازيكم يا شباب الحمد لله الحمد لله تمام مفاجاه ايه ما نزلناش انتوا عاملين حاله جميله اه والله الناس بتحبوكوا جدا الله اكبر ما شاء الله ولو رحتوا مارينا السنه دي كنا لسه فيها خلا واصحابي كلهم كانوا الناس كلها مشغله اغانيكم ايه ضربت هناك ولا ايه لا مالك زعلان ليه طيب مبلاش هناك اهو لسه فيه بسم الله ما شاء الله بيعملوا توزيعات حلوه قوي رهيبين انتوا منين اصلا انتوا منين من القاهره الاوليه فين من القاهره امريه والله العظيم امريه ومصريه والله اجدع ناس انتوا جنبي على طول اه كبيره الكبيره عشان مش صغير بالظبط كده اه عين شمس انت عارفين ان انا عين شمس اوكي كل حاجه احنا جنب بعض عارف كل حاجه اوكي يعني انت ساكن جنبي من عين شمس اه والله المطريه بقى طب في شباب ناس كمان مين اوكا مين اوكا اوكا أورتيجا. هو هذا اسمكم لا احمد ومحمد اه احمد ومحمد لانه قلت ما ممكن شو هالاسم الجديد النادر اوكا اوكا اسم ارجنتيني اسامي ارجنتيني دي اوكا على فكره اوكا دي اساسا لها معنى معناها اعتمد وتوكل اعتمد وتوكل اوكا اللي هي جايه اوكي بس يعني لا دي انت دخلت اعتمد و الالف اعتمد و اه الواو و لا بس هي فعلا كده فعلا كده والله وفعلا صفة فيا اساسا بعتمد اه والله العظيم تتوكل على الله برافو عليك ربنا يجعلك من المتوكلين على طول وليس من المتواكلين الله يوفقك سمعوني غنيتي هي الاثنين وكل حاجه يعني بس من هي الرقصه اللي بتعملها بالتلفزيون بتطلع بالاعلان الرقصه هي دي اللي بتدي الحيل دي بتخلي وسط تتقطم لا ما عليك الله يوفقك لا من غير وسط من غير وسطك ما يتقطم هو لازم الوسط يتقطم يلا ماشي بعد هدول شيل هدول اذا بدك رجعهم لا لا انت لو عايز تشيل لا 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 مكاننا هنا على طول I'm not afraid.
كتير يا أولاد، شكرا جزيلا. شو هالجمال، ان شاء الله بنجي يا رب. معاكم ستايل، معاكم ستايل حلو، معاكم ستايل حلو ما شاء الله. يعني انتوا بتعملوا حاجه اللي هي زي ما قامت في امريكا هناك الراب. انتوا بتعملوا شكل، بتعملوا شكل. بس انا هقول لك على حاجه، انت عارف انا بعشقكم. ربنا يخليك انت حبيبي، ده احنا جد بنعشقك اي حد هنا قاعد. ربنا يكرمك. والله يعني ده شرف لنا. خدوا بالكم نفسكم، طوروا نفسكم، طوروا نفسكم على طول. مية وكتروا من اغانيه بهي الطريقه. ما تقلقيش ما تقلقيش. موافقه يعني؟ موافقه كده؟ رهيبه رهيبه طالعه. خدوا بالكم من نفسكم، طوروا نفسكم. ان شاء الله لازم. ربنا يكرمكم يا رب. شكرا كتير شباب. سلام. فجأة حلوة دي اللودة. شكرا على كل لودة. شكرا. الله يسلمك يا حبيبي. وصلهم على الباب ويلا على غرفتك عنه. معلش يعني قصدي وصلهم وكله وتأمن عليهم وعنهم. تقلنا عليك. طورت تقلنا عليك النهارده. تقلنا عليك على فكرة. والله؟ اه والله يعني معلش يعني انا عارفين مسهرين. لا بالعكس انا كثير مبسوطة والله العظيم. وكلفت نفسك وفاكهة وخرفة. فاكهة. اسمع مزيكا ونعناع. وبعرف اسمع مزيكا. شرفتوني عن جد والله يعني طاير عقلي فيكم. حلو المفاجأة الأخرانية دي. والقد الاخرانيه حلو يعني بوسي وبعدين دول بوسي هي والله بتاع. انا كنت سعيده وحياه ربنا وانا معاكم يعني انا معاكم كبار وانا بحبكم من يعني انا فتحت عليا على بلاش الكلمه دي لا بلاش الكلمه دي لا كبار كبار في الهيبه يعني مش في السن مش في السن مش في السن في الهيبه شباب بس عملوا لنا اياها واحنا واقفين مشان بدي اياه يغني لي اياها كثير بحبها لاني اكثر اغنيه جميله يلا يلا عشان ايه بعد يعني عرفت هيك نعمل نعمل قفله قبل النوم يلا بينا من وين تقولها هلا اخرج من هنا بقى على المريطيه مش كده يا صلاه بتاع المريطيه على طول يعني بتروح على المريطيه ايوه بالظبط قريبه والله العظيم دا 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 تي دا 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 عايزين طبعا بس نسمع بتاع طبعا والله ما عارف اقول لك ايه والله كثير مبسوطه خليكم يا اولاد انت حتى مشيانا بالقلم والمسطره كل ما بتظبط معانا
نمشي قدام خطوتين تقفلي وترجعينا ألف خطوة بالورا. Oh,